أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على اهتمام الدولة بدعم الصناعة باعتبارها من أهم الأولويات خلال المرحلة القادمة. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد، حيث أضاف مدبولي أن استدامة النمو تسهم في التعامل مع مختلف التحديات، لافتا لأهمية التركيز على عدد من الأنشطة الصناعية. إن إحنا اتكلمنا كلنا على إن شغلنا الشاغل وأولوياتنا الفترة الجاية هي الصناعة، والحقيقة الصناعة يعني كل يعني الدولة الحقيقة بدءا من فخامة الرئيس والحكومة وكل المؤسسات التنفيذية تعي تماما إن استدامة النمو وإن إحنا يبقى عندنا قدرة على التعامل مع كل التحديات اللي إحنا موجودين فيها هتبدأ أو هتبقى من خلال التركيز على مجموعة من الصناعات أو الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة. وأنا يمكن لما قلت الصناعة 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 ده فعلا هو ما نحن نؤمن به، وإن شاء الله الفترة الجاية كل التركيز على هذا الموضوع وبالذات مع رجال الأعمال والمصنعين الجادين.